كرة القدم مصدرا لتفريغ الطاقات و... سرية رام الله الأولى وكافة مبدعيها من الشباب والأطفال وكل أعضاء السرية. أهم شيء بالجائزة أنه بتشجع الناس أنه في فرص أمامهم ليتكافؤوا على الأعمال الممتازة اللي بيعملوها، وإحنا بنحاول نبلغ الكل أنه هاي بتشجع الناس على كل المستويات، مش مخصصة لقسم واحد من الشعب، لكل الأنواع، واتصالات بتحاول تخدم المجتمع بأي طريقة ممكنة، وإن شاء الله راح نستمر إن شاء الله. إحنا ملتزمين في الجائزة، ملتزمين بدعم الإبداع والتميز. هذه مبادرة بدأت من سنة 2007 للأخ صبيح المصري، رجل الأعمال الفلسطيني المشروع مستوى العالم العربي، وهو مصمم على استمراريتها، ونحن نعمل معه جاهدين من أجل أن ندعم الإبداع والتميز، من أجل أن تبقى الأفكار الريادية والخلاقة في فلسطين دائما منارة لأجيال المستقبل. Well, it's a great honor for me to be recognized tonight, not because I deserve it. إنه لشرف عظيم لي اليوم، وهذه الجائزة ليس لأني أستحقها، لكن لأني أحب فلسطين، وفلسطين هي السبب الحاضر في كل البشرية التي تؤمن بالنضال من أجل الحرية. بالنسبة لي جئت إلى فلسطين خلال الانتفاضة الأولى، وعلمت كيف أن تكون شجاعا وتناضل من أجل الحرية، وشعرت أن واجبي ومسؤوليتي كما ولدت في بلد فيه الحرية أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته، وتوجب علي إيجاد طريق لمساعدة الفلسطينيين من خلال مساعدة الأطفال والعمل بجانب طاقم مميز في مؤسسة إنقاذ الطفل، وكذلك متطوعين من حول العالم. أعتبر مساعدة للشعب هنا هي لفتة متواضعة للفلسطينيين، ونود أن نقول لهم أنكم لن تصبحوا في دهاليز النسيان، ونضالكم
اليوم نؤمن به ويؤمن به ملايين القلوب حول العالم، وسنستمر في دعم فلسطين حتى تتحرر. وهي ضميرنا الثابت على ذاكرة الكنعاني الأول والمرابط على الوعد والعهد، لأنها النهر والبحر والجبل ورعشة الطفل الأولى وهو ينبت للحياة، لأنها وطننا وعشيقة حياتنا، لأنها فلسطين. نعلن أمامكم عن إطلاق أوبريت فلسطين نور الأمل كعمل فني فلسطيني مبدع تقدمه جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع منها لفلسطين. Thank you.